Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. وسائل الإعلام الكاميرونية تهاجم الكاف والجزائر بسبب تجاهل اللاعبين الكاميرونيين في قرعة شان 2023. ولكن قبل أن نبدأ في تفاصيل الفيديو، لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. إذن عبرت وسائل الإعلام الكاميرونية عن استيائها بسبب تجاهل الاتحاد الافريقي لكرة القدم كاف والاتحاد الجزائري لكرة القدم ايضا للاعبين الكاميرونيين القدامى وعدم دعوة اي لاعب منهم لحضور قرعة كأس افريقيا للمحليين والتي ستقام يوم غد السبت بالجزائر. وكان الاتحاد الافريقي لكرة القدم قد اعلن عن قائمة تضم لاعبين كبار من القارة السمراء لحضور فعاليات الحفل والقرعة، إلا أن القائمة لم تضم أي لاعب كاميروني، وهو ما أثار استياء الصحافة الكاميرونية. وفي الأخير، إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد.